زي ما انتوا شايفين الجرانيت مربع في منتهى الشيكه، بيد ستانلس. شايفين الشيكه بتاعته عامله ازاي يا جماعه؟ ده النسخه الثانيه تقدروا تقولوا من طقم سافلون، نفس المميزات اللي فيه بالظبط. شايفين الطقم عامل ازاي؟ يد ستانلس تحفه تحفه تحفه. وعايزه اوريكي فيه الفتحات بتاعت التهويه اهي، شايفه عامله ازاي؟ يدخل معاكي الفرن عادي خالص خالص، مفيش اي مشكله. ده منظر الطقم من جوه، شايفه عامله ازاي؟ التوزيع الحراري بتاعه كويس جدا، شايفين المنظر؟ شايفين سمك اصلا الطقم؟ اللينز يا جماعه معروف ان هو حاجه محترمه تركي نظيفه جدا جدا. شايفين منظر التضليع بتاعت الطقم اصلا في منتهى الشياكه. بصوا بقى القعده بتاعت التوزيع الحراري بتاعته، شايفين؟ ده عشان يوزع لك يعني السخونيه كويس جدا وتبقى كل حاجه معاكي تمام. دي اصغر حله اللي هي مقاس 18، معاكي اربع حلل من نوع. ادي ده اصغر مقاس، وفي المقاس اللي وراه اهو شايفينه عامل ازاي؟ طقم تحفه يا جماعه في منتهى الشياكه فعليا، حلو قوي 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 قوي، طقم محترم، حاجه للعمر، تعيش معاكي، حاجه انت ضمناها ضمناها 100%. لينز من الحاجات النظيفه جدا جدا، وعمرك ما هتلاقي عنه ريفيو وحش نهائي، عمرك. انا شغاله فيه من زمان جدا، من اول ما بدات الشغلانه دي وانا شغاله في لينز، وعمري ما جالي شكوى من اي عميل منه نهائي، فحاجه مضمونه. ولما بعرضها لكم بعرضها لكم بثقه كبيره جدا. خد كده وبصوا بقى، دي اكبر حله اللي هي مقاس 28. استنوا اوريها لكم بعد كده، اوريكم بقيه الحاجه بتاعته. دي مقاس 28، شايفين يا جماعه الشياكه بتاعه الطقم تحفه تحفه. عايزاكي تركزي معايا جدا جدا في العرض دوت، ليه؟ لان الاطقم اللي انت شايفاها ديت انا عامله لك عليها خصم، مش هتلاقيه، مستحيل تلاقيه، خصم جامد جدا، وحاجه كمان يعني نظيفه قوي قوي قوي. شايفين طبعا معايا الطقم دوت، ده للغرف يا جماعه، طقم التوزيع دوت للغرف. ومعاكي بقى كمان يا جماعه طاسه الكريب القمر ديت، شايفين عامله ازاي؟ شايفين يا جماعه منظر الحاجه؟ شايفين اليد اللي استلس ما شاء الله بتاعته متينه، حاجه محترمه جدا جدا. ومعاكوا برده الجريل اهو، شايفين الجريل تحفه تحفه الجريل. بصوا يا جماعه عامل ازاي؟ ده لينز التركي اهو، عشان اكيد هتقولوا هدي انتوا ما وريتناش في الحلل زي ما انت معقودانه. بصوا اهو لينز التركي يا جماعه، التركي الاصلي مش التقليد. ومعاكي كمان الطقم الكنك القمر ده، شايفه عامل ازاي؟ شايفه؟ بصي ركزي معايا في التفاصيل، بصي الكنكه السمك بتاعها عامل ازاي؟ انت متخيله؟ لما الكنكه يبقى السمك بتاعها عامل ازاي كده، يبقى الطقم كله ايه؟ الطقم كله خطير. بصي بقى اللبنه القمر دي، دي تاخد معاكي 2 لتر لبن، يعني 2 كيلو لبن تاخد معاكي وهي مرتاحه. بصوا شايفين؟ تحفه يا جماعه تحفه، والمربعه برده في منتهى الشياكه، طقم خطير، طقم حلو قوي قوي قوي. ومعاه الطاجن القمر دوت، شايفينه عامل ازاي؟ تحفه اهو، خطير، مقاس 26. بصوا اهو خطير يا جماعه، طقم محترم جدا جدا جدا. طيب يا هدير، انا الطقم دوت كنت عامله لكم عليه ايه؟ يعني هو كان اصلا سعره كان عامل 12900، الاسبوع اللي فات عملت لي خصم عليه واخدتيه ب 10900. طب يا هدير بقى، ايه العرض اللي انت عاملاه لنا بقى واللي بتتكلمي عنه؟ ان انت هتاخدي 2000 جنيه خصم تاني، يعني هتاخديه ب 8999 طقم لينز القمر ال 23 قطعه بيد ستانلس.